أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من الفضاء الإخباري الظهيرة، وفيه نواصل متابعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الجرائم المروعة وغير المسبوقة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأبرياء الفلسطينيين. في ملفاتنا الوطنية والتنموية نستعرض المشاريع المحققة في قطاع الموارد المائية بولاية تيباسا. هذه الملفات وملفات أخرى بالإضافة إلى مواكبة إخبارية آنية للأحداث الوطنية والدولية الجارية الآن، ومواعيد إخبارية على رأس كل ساعة. إذن مشاهدينا الكرام، على ونستهل متابعة ملفات هذا العدد الجديد من الفضاء الإخباري بمناقشة الملفات الوطنية والتنموية في عدد اليوم. نستعرض المشاريع التي حققتها ولاية تيبازا في قطاع الموارد المائية بغرض تحقيق ما يعرف بالأمن المائي المحلي. ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف، أسعد أن يكون ضيفي السيد نور الدين حميدات، مدير الري لولاية تيبازا. سيدي أهلا بك. أهلا بك ومرحبا. شكرا جزيلا. بالتأكيد حتى يتأسس النقاش على معطيات دقيقة، من المهم أن نبدأ باستعراض المعطيات المتعلقة بإمكانيات ومقدرات الولاية في المجال المائي. شكرا. أولا شكرا على الاستضافة الطيبة، ومن خلالكم إلى كل مشاهدي القناة الوطنية وساكنة ولاية تيبازا. قبل ما نتطرق إلى المشاريع الكبرى المنجزة في إطار قطاع الموارد المائية وقطاع الري، بودي أن يعني أبين المجهودات المبذولة اللي قامت بها الدولة لتحسين التنمية المحلية من خلال إنجاز مشاريع هامة في إطار المياه الصالحة للشرب، التطهير، الحماية من الفيضانات، وكذا محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. هذه يعني المشاريع الكبرى المنجزة في هذا الإطار يتم يعني التعبير عنها. طيب، سنواصل في كل هذه المعطيات، ولكن قبل ذلك مشاهدينا، في هذه اللحظات يرفع على مسامعنا آذان صلاة العصر بتوقيت عاصمة البلاد وضواحيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أعود إليك إذا سيد نور الدين حميدات، وتوقفنا عند الجزئية المرتبطة بالمكامن التي تشكل مصادر لتمويل ولاية بازا بالمئة. حقيقة بدي أن أعطي بعض المؤشرات الاقتصادية كما قلت على القطاع الخاصة بالولاية، واني بالخصوص هو طول شبكه على هذه المؤشرات تبين المجهود تاع الدوله اللي انجزته في السنوات الاخيره، بالخصوص طول شبكه المياه الصالحه للشرب في حدود 2350 كيلومتر بنسبه ربط تعادل 98% لتفوق المعدل الوطني، يعني هذه من، وكذلك عندنا منشآت تخزين في حدود 278 منشأة بطاقة تخزين تفوق 260 ألف متر مكعب، يعني هذه مؤشرات اقتصادية من خلالها سنبين كل المعطيات الأخرى الخاصة بالمياه الصالحة للشرب. ولاية بازا ما يخفاش عليك عندها ثلاث مصادر لتمويل المياه الصالحة للشرب. المصدر الأول هي المياه الجوفية المتمثلة في الآبار بتعداد 185 بئر، بالنسبة هناك المياه السطحية المتمثلة في السدود، ولاية بازا متوفر على سدين، سد بوكردان وسد كاف الدير. وبالنسبة لمياه تحليات مياه البحر، وولاية بازا توفر على محطتين، يعني المحطة الأولى هي فوكا واحد بطاقة إنتاجية تقارب 120 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة بوسماعيل ل 10 ألف متر مكعب في اليوم، وهناك محطة ثالثة اللي راهي في الإنجاز بطاقة إجمالية تقدر 300 ألف متر مكعب، هذه تدخل في استراتيجية الدولة للتأمين والأمن المائي عبر التراب الوطني، واستفادت يعني ولاية بازا بهذه المحطة اللي راهي في طور الانتهاء وسيتم وضعها في الخدمة في القريب العاجل بإذن الله. بحول الله تعالى. الآن من المهم جدا أن نتقدم أكثر في الموضوع سيد المدير، ونحن نعرف أن ولاية بازا شهدت مشاريع كبيرة جدا من أجل ضمان تمويل ساكنة الولاية بالمياه، هل ممكن استعراض هذه المشاريع سيد المدير؟ والله بصفة خاصة هناك مشاريع استراتيجية هامة، من بينها كما قلت محطة فوكا واحد، وكذلك محطة فوكا اثنين، محطة التحلية بوسماعيل، وبالخصوص هو سد كيف الدير اللي استفدت منه الولاية بطاقة إجمالية تقدر 125 ألف متر مكعب. هذه المنشأة سمحت لنا بتأمين خاصة المنطقة الغربية لولاية بازا اللي تمثل في 10 بلديات اللي هي تمول كليا من هذا السد في الحقيقة. وبالإضافة إلى ذلك مشاريع كبرى، ما يخفاش عليك باللي طاقات التخزين تطلب يعني قنوات للتوصيل والجلب تقريبا أنجز ما يعادل 226 كيلومتر، يعني كقنوات مختلف الأقطار من القطر يعني 90 ملم حتى القطر 1400 ملم، هذه يعني إنجازات راح نفصلوها يعني بذاك، من بينها المشروع الهام اللي هو بما يسمى لاشان تاع 117 كيلومتر، يعني 117 لربط البلديات الشرقية تاع تيبازا حتى سد بوكردان اللي يعرف للأسف حاليا يعني انخفاض كلي للمنسوبه، وهذا يعني الإنجازات هذه خلت الولاية تكون نسبيا في ارتياح بالنسبة لتزويد المياه الصالحة للشرب، خاصة في المستقبل القريب صلى في بداية سنة 2025 تكون تقريب كل المشاريع الاستراتيجية راهي وضعت في الخدمة بصفة عامة. طيب هناك تحدثت أو استعرضت بعض المعطيات المتعلقة بمحطات تحلية المياه التي يجري استغلالها، والتي أيضا يجري الاشتغال على تجسيدها على أرض الواقع. بعد أن تنتهي كل هذه المشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر، إلى أي حد سوف يشكل ذلك بالنسبة لولاية بازا في حدود معينة تخليا
كليا عن استخدام المياه، ربما خاصة مياه الآبار أو مياه السدود سيد المدير؟ والله في المحطات التحلية كلها واقعة في الحقيقة في الجهة الشرقية للولاية، هذه ستسمح بتزويد بالأخص البلديات اللي واقعة شرق الولاية بالخصوص فوكا، دواودة، قليعة وتيبازا يعني مدينة وبوهارون وبوسماعيل الخميستي، يعني بالخصوص هذه الولايات اللي تمسها هذه المنطقة عن طريق المياه المحلات. بالنسبة للمنطقة الغربية حاليا تزود من سد كاف الدير يعني بالانتوتاليتي كما يقولوا بكليا، وحنا عندنا كما يقولوا منهجية وآفاق لتوسيع المحطات، ولما لا تستفيد الولاية يعني بمحطة في المنطقة الغربية، وبالتالي يعني خاصة في هذه الظروف المناخية اللي تعيشها الوطن ككل والمنطقة تيبازا من بينها، أنها انخفاض في منسوب يعني الطبقة الجوفية بهذه الصفة خاصة، وكذلك شح الأمطار اللي خلى بعض يعني السدود اللي ما تكونش فيها يعني الكمية المطلوبة في كثير من الأحيان، وبالتالي يعني سياسة الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس أنها منهجيا نذهب إلى تحلية المياه، وهي الأأمن في توفير هذه الكمية، بما أن ولاية تيبازا حباها الله بساحل على طول يفوق 120 كيلومتر، يعني إذا كان مش أكثر من هك، يعني هذا يخلينا في أريحية وتأمين يعني شامل لتزويد الساكنة بهذه المياه، خاصة بعد تصنيف الجزائر كأكثر الدول الإفريقية أو تحتل هي المركز الأول إفريقيا في إنجاز هكذا مشاريع متعلقة بمحطات تحلية مياه البحر، وتحتل المركز الأول أيضا إفريقيا في استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذه المراكز سيد المدير. وبالإضافة إلى ذلك المهم في هذا كل هو أن اليد العاملة الإطارات هي جزائرية 100%. نعم. هذا المكسب الكبير مع المنهجية والسياسة على الدولة أن يعني نكثفوا من هذه المحطات التحلية. البرنامج الأول كان 5 محطات تحلية تاع 300 ألف متر مكعب في اليوم، يعني محطات كبيرة وكبيرة جدا لا تتوفر عليها كثير من الدول. صحيح. احنا رانا استفدنا، وإن شاء الله هناك يعني برامج مستقبلية تكون تمس كل الولايات، وأكثر من هذا الشيء ليس الولايات الساحلية فقط بل حتى المدن الداخلية على امتداد 150 كيلومتر كما أشار إليه ذلك السيد الرئيس، يعني في كثير التدخلات. هذا يسمح لنا من بين الميزات الدولة الجزائرية أن يكون هناك تأمين شامل من ناحية يعني التزويد بالمياه الصالحة للشرب اللي هو عنصر ضروري. صحيح. للمواطن وعنصر الحياة، خاصة بعد ارتقاء مصطلح الأمن المائي والذي بات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للأمم. الآن سيد المدير أنا سألتك عن هذه الجزئية لأن هناك مصادر تتحدث على أن ولاية تيبازا على اعتبار أنها ولاية فلاحية تشتغل على تحويل مياه السدود إلى الاستثمارات الفلاحية بعد أن تضمن ربما أن احتياجاتها من المياه من محطات التحلية. هذا هو يعني المبتغى. لا. المبتغى هو أنه تلبية كل الحاجيات المواطنين من المياه، وبالتالي توفير تلك المياه السدود وتوجيهها الى الفلاحه اللي هي يعني استراتيجيه كذلك تاع الدوله لتوسيع المساحات المسقيه، ومن خلالها الاستفاده اكثر والامن الغذائي، من الامن المائي الى الامن الغذائي، يعني كله مرتبط ببعضه البعض. هذا ما يخفاش عليك باللي راهو مثلا كاين كما السد يعني كاف الدير اللي راح نتفصل نعطوا تفصيل شويه، مادام مسد يعني جديد وهام جدا، ان كميات يعني من المياه راهي تزود الفلاحين يعني سنويا. مثلا نعطيك حاليا رانا تقريبا واحد 3 ملايين متر مكعب اللي زودنا فلاحين المنطقه بهذه المياه. من بالنسبه لكاف الدير يعني تمت العمليه، بالنسبه لبوكردان يعني تم يعني منح كميه وان كان متوسطه لان الانخفاض كان انخفاض كبير في منسوب السد يعني بصفه عامه. اما قضيه الابار يعني راهو يعني هناك تسهيلات
بناء لتعليمات السلطات العليا ان هناك تسهيلات يعني كبيره وكبيره جدا. ما يخفاش عليك بلي ولايه بازا في السنوات السابقه كانت لا رخصه، يعني قبل 3 4 سنوات تقريبا في العام 4 5 رخص. صحيح. حاليا رانا في ما يقارب 695 رخصه منحت للفلاحين. رقم مهم جدا. مهم جدا، ومما سمح بتوسيع المساحات المسقيه والتنوع يعني في الفلاحه. ما يخفاش عليك ثاني هذا يعني جانب اخر اللي طرقوا ليه يعني مع المختصين في هذا المجال. طيب الان حينما نتحدث عن ايصال السكرات والمواطنين بالمياه، من المهم جدا ان نتحدث عن المناطق النائيه، المناطق البعيده عن المدينه. هل ممكن نستعرض بعض المعطيات المتعلقه بالمشاريع مرتبطه بايصال المياه الى هذه المناطق؟ والله هذه نقطه هامه. نعم. احنا دوكا في نعطيك مثال مثلا بالنسبه لخاصه المناطق الغربيه لولايه بازا اللي كانت تعاني بالخصوص. هذه المناطق كما قلت تم انجاز هذا السد، يعني كاف الدير اللي عنده حجم منظم بالنسبه لتيبازا هو 37 مليون متر مكعب سنويا. هذا السد راه يوجه الى 3 ولايات على كل حال. تيبازا يعني نسبه كبيره، وكذلك نسبه تروح لولايه شلف ونسبه تروح لعين الدفله. في هذا المجال في حد ذاته لما تم انجاز هذا المشروع تم تزويد البلديات اولا، وثانيا تم تزويد ما سيزود ما يفوق 60 دوار. يعني كي نقولوا الدوار اللي هي المناطق النائيه. صحيح. اللي ممكن الانسان المتخلي جايه في الجبال يعني. صحيح. وكاين اللي وصلها. نعطيك مثال منطقه بني ميلك. بني ميلك منذ سنه الفارطه فقط كان خاصه ان تيبازا لديها خصوصيه جغرافيه سيد المدير. نعم هذه يعني هذه بالاكيد ان مجهودات قلت لك كبيره وكبيره جدا. وين كان يعني تشوف بعض الصور مثلا تشوف بني ميلك هذه يعني تقول بلي مستحيل يوصلها، ولكن بفضل المجهود. والشيء الاهم ان شركات وطنيه والاطارات جزائريه 100%، وهذا اللي خلاهم يتحداوا يعني الواقع اللي راهم موجودين فيه. حنايا نسعى من خلال المشاريع اللي راهي مبرمجه، كاين هناك برنامج يعني مشروع في 2025 يعني عن قريب جدا. هذا راح نزود كل الدواوير اللي راهي غير مربوطه بمياه كيف الدير، وهي هذه مناطق يعني بما يسمى مناطق الظل على كل حال. هذه سيتم تزويدها بصفه يعني كليه، وهذا ما يسمح ب ان المواطن يستقر في تلك الاماكن، وبالتالي يعني يرجع للفلاحه وكذا يعني استقرار تام في هذه المناطق بالخصوص. يعني مشاريع كبيرة وجهود كبيرة تبذلها الدولة إذا من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في كل مناطق ونقاط الجمهورية. سيد المدير، حينما نتحدث عن نقل المياه، نحن نتحدث عن قنوات نقل المياه التي تتعرض أحيانا لأعطاب معينة، وهذا يقودنا للحديث عن مسألة خلايا الصيانة أو مجموعات صيانة هذه القنوات من أجل تجديدها أحيانا وصيانتها أحيانا أخرى. من المهم ايضا استعراض بعض المعطيات المتعلقه بهذه الجزئيه. والله هذه نقطه هامه، هو انه مثلا نهضروا على تحويل مياه من كاف الدير على مسافه 184 كيلومتر. 184 كيلومتر كان قنوات رئيسيه فقط، اما القنوات الفرعيه تفوق 200 كيلومتر. يعني في الحقيقه هذا يتطلب مجهود تاع التسيير. النقطه اللي اشرت اليها ان بالنسبه مثلا المشروع تاع كاف الدير حاليا راهو في الانجاز، يعني راهو في 86%. لم يسلم بعد. احنا الخاصيه لولايه بازا يعني انها كل البلديات مزوده بنظام تزويد بالمياه الصالحه للشرب ومسيره من طرف مؤسسه صيان. هذا يعني يسمح لنا باللي هذه المؤسسه عندها كل المعطيات الكافيه وتتدخل يعني في كثير من الاحيان، بالرغم من في بعض الاحيان ان هناك يعني نقص بعض الامكانيات، يعني خاصه في الـ في الـ في الـ في البي سبيسيال يعني كيما القطاع الخاصه. هذا الجانب لم ما غفلناش عليه، وين سجلنا عمليات لتزويد المؤسسه الجزائريه يعني الوطنيه بكل نعطيك على سبيل المثال فقط مؤخرا تم تزويد الوضع تحت وعد تصرف المؤسسه ما يفوق 80 كيلومتر من القنوات بمختلف الاقطار، يعني كميه كبيره من القطاع الخاصه. كذلك المضخات ما يفوق 120 مضخه، وهذه المضخات احنا لتفادي يعني الاعطاب اللي تمس الابار
يعني سواء من خلال يعني انخفاض المنسوب من جهة، ومن خلال انقطاع في التيار الكهربائي في حالة مثلا انك تعود امور مستعجلة، وين تعطي أريحية كبيرة للمؤسسة للتدخل السريع لإصلاح تلك يعني التسربات، وبالتالي يعني لوغاسبياج يعني محاربة التبذير، بارك الله فيك. وهذا هذا من جهة، ان المواطن ثاني يعني راهي درجة الوعي راهي لا بأس بها، يعني شيء اللي رانا نشاهدوا فيه انه يبلغ ثاني في حالة ما اذا مثلا نقول له المؤسسة ما شافت. المواطن عنده دور كبير وكبير ياسر، وإحنا رانا دائما في اتصالات يعني مع المجتمع المدني بصفة عامة، يعني وين مثلا ينبهونا وين كاين مثلا تسربات اللي احنا لاجل التعامل معها، التعامل بارك الله فيك، باش تتدخل المؤسسه في 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 الوقت المناسب، في الوقت المناسب وفي اسرع الاوقات. طيب بالنسبه للقدره التخزينيه للولايه سيد المدير، الى اي حد يشكل ذلك تحديا، خاصه واننا نعرف ان هناك بعض المشاريع ايضا انشئت في سبيل انجاز محطات للتخزين؟ والله هي حقيقة هذه يعني النقطة من بين النقاط الهامة، أن التخزين يعني منشآت التخزين تلعب دور كبير وكبير ياسر، خاصة في الانقطاعات الفجائية المدة الأخيرة ما يخفاش عليك، وقعت لنا انكسار في القناة، وين كل لولا يعني هناك تخزين ماهيش بنسبه يعني متغطى، يعني باش نقول لك باش نقول باللي راهو يعني راهي 100%، ولكن هناك مجهود كبير وكبير ينجز من طرف شركه مثلا كوسيدار اللي تاع الدوله. عندنا ما يفوق 18 منشاه جديده، 18 منشاه جديده بفيها خزانات 35 ألف متر مكعب، 18 ألف متر مكعب، يعني بعداد 18 هذه المنشآت تسمح لنا بأريحية في التسير، تعد عندنا يعني كما نقولوا إن أوتونومي. صحيح. إن أوتونومي يعني تاع ثلاث أيام ولا نهارين على الأقل تعطينا أريحية في هالمجال هذا، وبالتالي تسمح بتزويد الساكنة بالمياه يعني بصفة منتظمة. طيب هل ممكن فكرة حول التوزيع الجغرافي لمراكز تخزين هذه سيد المدير؟ والله هي راهي كما يقولوا راهي اللي ريبارتي يعني موزعه حسب المخططات المنجزه، مخططات التنميه يعني لي شيما ديريكتور، هذه مخططات تنجز من طرف مكاتب مختصه وبالتعاون مع الشركه المسيره، وحاليا يعني نسبه كبيره وكبيره جدا ستنجز في المنطقه الغربيه، وين كاين لتحويل المياه لترانسفير كان في الدير تيبازا، خاطرش هذه المنطقة كانت تعاني وتعاني كثير من منشآت التخزين، كانت تعاني من حتى الكمية تاع المياه. حاليا يعني لي بريفيزيون يعني كما يقولوا الانتهاء من هالمشروع وهو مقدر في مارس 2025، يعني كل المنشآت ستتم انجازها. وهذا ما يخفاش عليك ان يعني هناك توسع عمراني كبير وكبير جدا تعرفوا الولاية، وعلى سبيل المثال فقط هناك يعني هناك بول يعني اربا يعني قطب حضراني جديد اللي راهو سينشا في مدينه دائره سيدي عمر، هذا احنا حاليا راهو هو في الدراسه، ولكن من جهه المياه الصالحه للشرب رانا نقوم بكل الدراسات الشامله لتلبيه حاجه الساكنه. وما يخفيش عليك حاجه اخرى ان هناك برنامج كذلك هو حسب توفر الاعتمادات الماليه، على كل حال هو هناك يعني بروغراماسيون يعني تم برمجه انجاز خزانات اخرى في الجهه الشرقيه، خاصه جهه القليعه جهه دواوده اللي تعود عندنا جهه فوكا كذلك، هذا سيبرمج يعني كما يقولوا تدريجيا وحسب المخطط يعني حسب الاستعجال، اولا نوفروا المياه صحيح وهم باراليان يعني نوفروا منشآت التخزين يعني. طيب استعرضت قبل قليل بعض المعطيات المتعلقة برخص حفر الآبار، وهي جزئية هامة جدا، خاصة وأن هذا القرار الذي كان من السلطات العليا في البلاد من أجل التعجيل بدراسة ملفات منحي رخص حفر الآبار، ربما الكثير وآلاف المواطنين استفادوا من هذا القرار الهام، ولكن قضية استغلال هذه الرخص سيد المدير، لأنه أنتم كإدارة بالتأكيد تمنحون هذه الرخص، ولكن يبقى على المواطن هو استغلال هذه الرخصة، إلى أي حد هناك استغلال لهذه الرخص، وهل تتابعون ذلك ميدانيا؟
والله هو من ناحية الرخص يعني تمضى من طرف السلطات الولائية على كل حال، ومصالح الري هي اللي تشرف على إصدارها، هذا من جهة. من جهة أخرى لما الفلاح تكون عنده هذه الرخصة يعني ينجز البئر تحت مراقبة الهيئة الوطنية اللي هي للموارد المائية اللي ما يسمى لاناراج. هذه الجهة هي اللي تابع المشاريع. بعد ما الانتهاء من هذا المشروع يبقى الاستغلال. احنا في كل مره وعدنا يوم دراسي راه مبرمج مع الغرفه الفلاحيه وحنا نشاركوا فيه يعني لمده 10 ايام من هكا، راح يكون فيها يوم دراسي وين تحسيسي دراسي وتحسيسي في الاستغلال الامثل للمياه، وخاصه استعمال التقنيات الجديده والحديثه في السقي. هذا الاشكال اللي راه كان مطروح سابقا في الحقيقه، تلقى يعني مساحات كبرى وين تعود الاستغلال المفرط لهذه المياه، وان كان يعني هنا في المنطقه لما عرفت يعني شويه جفاف عرف المواطن عاد يعرف قيمها يعني تاع المياه بصفه يعني صفه يعني مهمه ومهمه جدا يعني في الحقيقه. وهذه الرخص من جهه اخرى حتى هناك يعني عليه قلت لك كاين انالاجمون يعني تخفيف في الاجراءات، وين احنا بادرنا باصدار تراخيص لترميم الابار. في بعض الاحيان الفلاح مش يعني محتاج باش ينجز بئر جديد، ولكن عنده البئر نتاعو، نعطوه رخصه في اطار القانون على كل حال لترميم ذلك البئر وبالتالي اعاده استغلاله. وحنا راهو عندنا يعني الحفاظ على هذه المياه يكون على طول السنوات وليس يعني قال استغلال مفرط في السنه هذه ومن بعد نعودوا في اشكالات اخرى. يعني هذه راهي عندها كل مؤسسات الدوله راهي محطوطه، كاين مؤسسه انشئت يعني سبيسيالمون بور. جيد. سيد المدير، هل هناك تفكير في اطلاق مشاريع متعلقه باعاده تدوير المياه المستعمله؟ والله هذه الفكرة هذه هي يعني منهجية الدولة. منهجية الدولة خاصة المحطات الكبرى، محطات التصفية اللي هي ولاية بازا توفر على 4 محطات تقريبا، عندنا 4000 تقريبا 4200 متر مكعب في اليوم بالنسبة للمحطة. احنا بالنسبة لتبازا حاليا ما توفروش على المعالجة الثلاثية، لأن استعمال المياه كما يخفاش عليك لازم هناك قوانين يعني بيئية وقوانين يعني لاستعمال تلك المياه. احنا رانا نسعى جاهدين لتركيب أو الانستالاسيون تاع المعالجة الثلاثية في أقرب الآجال، يعني هذا برنامج وين يعني مسطر وبالتالي بعدها سيتم استعمال تلك المياه في السقي، وهذا ما يسمح ب يعني اعطاء يعني الابار تكون يعني في اريحيه من استغلال المفرط لها. وبالتالي هذا جانب وجانب مهم. احنا في هذا المجال عندنا محطه يعني في مناصر في بلديه مناصر راهي جاريه في طور الانتهاء، وبها المعالجه الثلاثيه وستكون هي النموذج بالنسبه لولايه تيباس. هي القاطره لمشاريع اخرى في هذا الاتجاه بحول الله تعالى. سيد نور الدين حميدات مدير الري لولايه تيبازا، شكرا جزيلا لك على الاثراء والاحاطه. شكرا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم عبر هذا الفضاء الاخباري ولكن بعد الفاصل.
الظاهرة من تلفزيون الجزائر. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم عبر هذا الفضاء الإخباري، ومستمرون أيضا في تغطية العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق. العدو الصهيوني الذي لا يزال يمعن في ارتكاب الجرائم المروعة والإبادة الجماعية بحق الآمنين الفلسطينيين. ومن أجل متابعة تطورات هذا الملف، أسعد أن يكون ضيفي الأستاذ رائد ناجي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. لا شيء تغير أستاذ، والعدو الصهيوني لا يزال ينوع في طبيعة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من القتل إلى الإبادة إلى التجويع، والعالم أيضا لم يغير موقفه ولا يزال متفرج فقط على ما يحدث. طبعا بكل بساطة، لأن دائما من يدعم هذا الاحتلال هي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بشكل عام، فبالتالي المنظومات القوية في العالم هي من تدعم هذا الاحتلال، فبالتالي هي تجعل من الاحتلال رأس حربة لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الدعم لهذا الاحتلال متنوع ومتعدد، من الجانب اللوجستي، الجانب الاستعلاماتي، إلى جانب الأموال، إلى جانب التسليح، كل هذه الأمور من أجل إبادة الشعب الفلسطيني. باعتقادي اليوم الغرب، يعني حتى في المنظور الغربي على ما يبدو، أنها بدأت تتماهى مع نظرية الاحتلال على قضية تصفية القضية الفلسطينية. اليوم الاحتلال ينتقل يعني من مستويات إلى أخرى دائما، ونرى هذه المستويات يسير فيها بتصاعد، بوتيرة متصاعدة. فمثلا يعني الاحتلال عندما كان يتكلم عن، في البدايات كان يتكلم عن حكم قطاع غزة، كان يتكلم عن قضية إضعاف المقاومة، كان يتحدث عن هذه الأمور، لكن اليوم لم نعد نسمع للاحتلال هذه الكلام، لأنه انتقل من مستوى إلى مستوى بكل بساطة. المستوى الذي يصير فيه الاحتلال هو لما بعد خطط الجنرالات، طبعا هي خطة الإبادة وإعادة الاحتلال، وبالتالي باعتقادي أن اليوم في قطاع غزة اليوم باعتقادي الوضع خطير جدا لأسباب كثيرة جدا ودلائل كثيرة. ربما هذه الدلائل أن خطة الاحتلال تسير بشكل متوازي في أكثر من خطة، بمعنى آخر هناك اليوم يتحدث الاحتلال عن قضية إعادة مثلا احتلال جباليا وإقامة مثلا مستوطنات عليها، ثم الانتقال إلى المواصي إلى كل المخيمات الفلسطينية. النقطة الثانية اليوم اجتثاث أجزاء من شمال غزة، معناها حصر في الجنوب، معنى أن الاحتلال بدأ عمليا في فكرة التهجير بشكل قصري اليوم، وهو الضغط من فوق إلى أعلى كما تسمى بالكيمياء الظاهرة الأسموزية، لكن هنا على ما يبدو أنه بدأ الضغط إلى الجنوب. النقطة الثالثة باعتقاد أنه هنا في ضمن مفاهمات، والله أعلم يعني، وهكذا ما لوحت به بعض مراكز الدراسات يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يبدو أن هناك في متفاهمات اليوم تطرح مع أطراف عربية أو مع أطراف في منطقة الشرق الأوسط لاستقبال من سينزح من الفلسطينيين، وعلى ما يبدو أن الأمور بدأت التجسيد. فبالتالي الضغط من الشمال للجنوب لها دلالات، من حصر الجميع أو حصر 2 مليون في الجنوب، أي دلالة هذه تصبح علامة استنكارية يعني، دعني أسميها بهذا الطريق. فباعتقاد أن اليوم ماضية الأمور هكذا. النقطة الأخرى يعني ربما أن اليوم الاحتلال يتجهز بشكل كبير جدا لإعادة احتلال الضفة الغربية، ضمن الضفة الغربية صحيح، إضافة لأجزاء من غزة. هذا الكلام طبعا صدر من أوامر، يعني نستقرأها من أوامر سموتريتش التي أصدرها من أجل أخذ الاحتياطات واللوجستيك والدعم من أجل إعادة الاحتلال، طبعا في انتظار بين قوسين كل هذا الأمر، في صحيح، انتظار عودة ولكن أو استلام ترامب. ولكن الكثير من المراقبين يقولون أنها بالنهاية هي تهديدات، لأنه على أرض الواقع الأمور لا يبدو أن الشعب الفلسطيني ربما متقبل لكل هذه التهديدات، بالعكس هو يقاوم. الحد الآن أستاذ، الكثير من التقارير تقول أن الكيان الصهيوني فشلا ذريعا في تحقيق مآربه حتى في شمال قطاع غزة، وهي المحاصرة منذ أكثر من شهر تقريبا أستاذ، والعمليات البطولية للمقاومة الفلسطينية خير دليل على ذلك. قبل أن ندخل إلى هذا البلاطو، كان هناك بيان للمقاومة الفلسطينية أكد الإجهاز على مجموعة من الجنود الصهاينة أستاذ في جباليا. طبعا هو نفسه وضع خطط الجنرالات عاد وقال أننا فشلنا فشلا ذريعا، وهو بالعكس الآن بدأ يطرح
قضية لابد من المفاوضات مع المقاومة وإطلاق الأسرى الاحتلال وعودة الأمور ووضع يعني على الأقل اتفاق تفاوض أو إطار تفاوض ومرحلة تفاوضية. طبعا هذا واضح، هذه الخطة. طبعا هو الاحتلال يفكر بهذه الطريقة، يعني عندما تحدثت إليك إنما أرى إنما للميدان كلمة أخرى بالضبط. لا. اليوم الميدان الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بنكبة أخرى، يعني 48-67 باعتقاد النكبات التي مرت والويلات التي أصابت الشعب الفلسطيني اليوم، أكيد أنه لن يتقبل اليوم الذهاب إلى أي مكان وترك هذه الأرض. النقطة الثانية أن المقاومة اليوم بدأت في قضية التكتيك من جديد، إعادة التكتيكات جديدة في مقارعة هذا الاحتلال. من هذه التكتيكات اليوم هي قضية الاستهداف بأقل ثمن، بمعنى آخر مثلا استهداف مجموعة من الجنود بأقل خسائر، مثلا بقذيفة واحدة، الإجهاز من نقطة صفر بقذيفة واحدة أو بقنص مثلا. فبالتالي هذا التكتيك الذي يعني بأقل الخسائر وإيقاع أكبر عدد من جيش الاحتلال. فهذا الضغط اليوم على الاحتلال يأتي في عدة، يعني يأتي هذا في سياقات مختلفة بالنسبة للمقاومة، إنه كلما تم قتل هذه الجنود ربما جعل الاحتلال يتراجع، أو على الأقل أن الجيش يستعصي على أوامر قيادته، وهذا ما حدث في بعض الألوية في قطاع غزة التي رفضت أوامر القيادة، والبعض هرب من الخدمة ورفض الخدمة في داخل قطاع غزة، والبعض تظاهر بالجنون وغير ذلك، وهذا تقرير أثبتته إعلامهم وليس أنا يعني من أقول صحيح. هذا الكلام. النقطة الثانية اليوم إعادة النظر في تكتيكات جديدة للمقاومة هي خلط أوراق الاحتلال، فهذا يعني أن ستفشل خطة الجنرالات، وأنا قلت ذات مرة أن خطة الجنرالات ستفشل لسبب واحد، أن خطة الجنرالات مبنية على ماذا؟ على طريقة معينة في المقاومة، لكن المقاومة في كل مرة تغير لونها، حتى أن الاحتلال أطلق عليها المقاومة الحرباء التي تغير لونها في كل دقيقة، يعني حسب ما قال الاحتلال. فبالتالي في مثل هذه، مثل المقاومة التي تتغير بشكل سريع جدا ولها مرونة عالية جدا في التغيير بطريقة عنقودية، وهذا هو تشكيل المنظمة المقاومة في داخل فلسطين، هي الطريقة العنقودية طبعا أو النظام العنقودي الذي يعني الذين قرأوا درسوا إدارة انتشار في شكل مجموعات، في شكل مجموعات. فهذا من الصعب جدا، من الصعب على الاحتلال أن يقوم بحصر مثل هذه حصر المقاومة أو التنبؤ بما ستقوم به المقاومة، ولهذا ستفشل هذه الخطط. صحيح. والأهم من ذلك أيضا هو أن الشعب الفلسطيني لا يزال محتضن للمقاومة الفلسطينية رغم الجوع ورغم التجويع ورغم الإبادة، ولكن المواطنين في شمال قطاع غزة لا يزالون يحتضنون المقاومة الفلسطينية، لا يزالون يدعمون القضية المقاومة الفلسطينية بكل ما أوتوا من قوة. إلى أي ذلك أيضا عامل آخر من عوامل المقاومة الفلسطينية أستاذ؟ طبعا هي الحاضنة الفلسطينية واعية جدا، فهي مدركة تماما أن يعني ثمن لو تخلت عن هذه المقاومة. الاحتلال طبعا لن يترك الحاضنة يعني بكل صراحة، والاحتلال سيقوم بمعاقبة الحاضنة، إذ أن من هذه الإبادة هو عقاب. طبعا هو عقاب، والتجويع وسلاح التجويع وكل ما يقوم به الاحتلال من تدمير للمرافق الصحية ومرافق الحياة وكل ما يمد للحياة بشريان في قطاع غزة، هو نعم هو عقاب للحاضنة الفلسطينية. فالاحتلال من عقيدته العسكرية دائما هو قضية العقاب الجماعي، يعني حتى مثلا في الضفة الغربية من أجل مقاوم مثلا أو مطلوب أو مطارد للاحتلال مثلا يقوم بغلق مدينة كاملة ممكن فيها 400 ألف نسمة كمدينة نابلس مثلا على سبيل المثال. فالاحتلال يعني دائما العقاب الجماعي هذه مترسخة في ذهنيته وعقليته. فاليوم لو تخلت الحاضنة عن مقاومتها سيعاقبها الاحتلال بطريقة أعنف مما الآن مما تتحمله الآن. على الأقل هنا الآن تتحمل ويتدافع على الأقل وتحمل لواء الشرف في المقاومة عن هذه عن الأرض وعن العرض على الأقل. فباعتقاد اليوم أيضا الحاضنة الفلسطينية من وعيها أنها لا تريد الذهاب إلى نكبة أخرى، وهي تدرك ثمن النكبة وأن تكون في مخيمات اللجوء هنا أو هناك. فهذا طبعا مؤلم جدا، ورأينا يعني بعض حالات مخيمات اللجوء في داخل بعض الدول، ورأينا كيف يعيش أن هذه مخيمات اللجوء كيف يعيش الفلسطيني في ظل ظروف مأساوية. فبالتالي لن تكون أحسن حالا مما هو في غزة اليوم باعتقادي. طيب أستاذ، بعد تقريبا سنة وشهرين
منذ بداية طوفان الأقصى وبداية أيضا العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى فلسطين برمتها. أستاذ، برأيك ما الذي تغير باستثناء النهج التدميري للعدو الصهيوني؟ نحن نلاحظ أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تقاوم بنفس العملية، لا تزال ربما تستعرض أرقام حول طبيعة العملية المنفذة بشكل يومي، بمعنى باستثناء التدمير الممنهج، ما الذي حققه العدو لحد الآن أستاذ؟ هو الجانب الاستراتيجي والعسكري لم يحقق شيئا سوى التدمير والقتل وتدمير قطاع غزة عن بكرة أبيه، لكن الاحتلال يطمح إلى في مستقبلا، يعني خاصة إذا ما دعمت حكومة ترامب، يعني الاحتلال وما يرمي إليه الاحتلال، وهذا ما عبر عنه نتنياهو وحتى بعض الأحزاب المتطرف أو المسؤولين المتطرفين كسموتريتش مثلا، ويهدف إلى قضية إعادة تصفية القضية الفلسطينية وإعادة إحياء مشروع صفقة القرن التي طرحها ترامب في عهدته الأولى. هو فقط يعني من فهو يذهب في هذا التدمير حتى يمسك، أنه يمسك بهذه كشماعة، أنه اليوم لولا المقاومة لا يوجد تدمير، لولا وجود الشعب الفلسطيني ليست فقط المقاومة لا يوجد تدمير، وبالتالي يأخذ هذه كذريعة من أجل تصفية القضية الفلسطينية. تتخيل يعني كيف يفكر بطريقة غريبة جدا، ولكن حقيقة هذا هو الواقع اليوم. طبعا الاحتلال أيضا اليوم يعني كشف أقنعة أخرى، يعني من ضمن طوفان الأقصى ما الذي تغير؟ أنه ظهرت كثير من الأقنعة، ورأينا الكثير من تغنى بالديمقراطية وغير ذلك. اليوم طبعا ربما الأمور انكشفت بشكل واضح وأصبحت واضح الاتجاهات، يعني لا يوجد مكانا للون الرمادي، وأصبحنا إما بالأبيض أو باللون الأسود، وهذا طبعا من إنجازات حقيقة طوفان الأقصى. النقطة الرابعة يعني أن طوفان الأقصى أثبت للشعب الفلسطيني أنه قادر على خوض مقاومة على تحرير أرضه، ولولا التدخل الدول الغربية، وهذا طبعا بموجب تقرير أمريكي صريح جدا قال لو لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لربما السنوار كان سيكون في تل أبيب. هذا ما كتبه بالضبط التقرير الأمريكي في بعد 3 أو 4 شهور من هذا الطوفان. فتتخيل اليوم يعني أنه اليوم أعاد النفس، وأعاد أنا باعتقادي أنا أسميه الانتصار النفسي، لأن الاحتلال دائما من مراهناته ضد الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني، نعم هو الهزيمة النفسية. فالاحتلال دائما يقوم بالردع والقتل والتدمير من أجل هو الردع النفسي والهيبة النفسية. الاحتلال نفسه اليوم يعتبر نفسه أنه هزم نفسيا، وبدليل أن الجيش الذي يبكي في قطاع غزة، والذي يعني وجدنا حالات غريبة جدا ونشرت حالات كثيرة جدا عن هذا الاحتلال، أيضا ليست الأمر أحسن حال في داخل الاحتلال والملاجئ مثلا لهذا الاحتلال. فباعتقاد اليوم هناك هزيمة، أو على الأقل لن أقول هزيمة 100%، أو على الأقل هو التكافؤ الرعب أو التكافؤ الهزيمة النفسية على الأقل، وربما لأنه لن تقف في مكان، يعني علميا لا تقف في مكان، إما تنزل أو تهبط، يعني صحيح. إما هو ينكسر أو ينتصر، يعني لا في حالتين. لكن طوفان الأقصى باعتقادي أعطى دفعا أو على الأقل فرشة وأثث لانتصارات نفسية، وهذه مهمة جدا. الانتصار النفسي صحيح. يعني انتصارات أخرى، يعني صحيح. وأعاد القضية الفلسطينية للواجهة الأستاذ رائد ناجي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على الإحاطة والإثراء. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد ينتهي لقائي بكم، اللقاء يتجدد غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.